السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو اللي نشرح لكم فيه طريقة كيفاش تكونيكتيو ريسيبتور دي جي كلاس موديل زد 80 الواي فاي. اول حاجة نبرونشيو كلي واي فاي مع ريسيبتور، كلي واي فاي ديال ريسيبتور ماشي اي كلي واي فاي غتخدم. من بعد غنبركو على ميني، غنمشيو عند ريكلاج، غادي نمشيو لعند ريكلاج نت. هنا خص يكونوا دايرين ريزو واي فاي، الا كانت شي حاجه واحده اخرى خصنا نشونجيو ريزو واي فاي. من بعد نبركو نحطو عند كونفيغوراسيون اوكي، كما كيبالكم هنا غيبالكم الريزو ديالكم. انا هو داك الريزو ديالي، غتختاروا الريزو ديالكم ديروا ليه اوكي. هنا كيطلب لكم مود باس، دخلوا مود باس ديالكم. ديروا كونفيرمي بالزرقاء. هنا غادي تجيو ديروا علامه في هذه البلاصه هذه، تهبطوا التليكوموند ديروا اوكي، وغتهبطوا عند ليا اوكي. هنا كتب لكم السلسله مهرسه، يعني مازال ما تكونيكطاش، غير غادي تكونيكطا تجمع السلسله. هذا بغيت تكونيكطا السلسله تجمعت. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاجو الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.